صباح الخير يا فقاقير، والله ما قدرت نرقد. قاعدة نخمم على سلال اللي لقاه، وانا نطلع ونحبط نطلع ونحبط، الله غير سلال راح. دوماج اسمع دوكا، خلاص شغل تولي البوليتيك في الجزائر تولي صامتة، ما كاش اللي يدير لي فيديو عليه ولا بصح. مازال بن غبريت نقدروا نقلبوها على بن غبريت. يا حكومة الكلخ، قال لك رئيس الجمهورية بوتفليقة عبد العزيز، ولا عبد العزيز بوتفليقة كيف كيف بوتاف، هو اللي سأل هذاك ديال المجلس الشعبي، باسكو هما اللي عندهم زعما لا ماجوريتي، النص الكبير افلان، دونك هما اللي ديسيديو. نحاه من المهام تاعو، وفي ورقة في فلوس واحد اخر يقولك استقال. كي تشوف بين استقالة وبين نحاه من ما خرجوا من اعطاه بكوسبي كيما حنا نقولوا، فيها فرق كبير كومام. دوك اللي عطيتو بكوسبي حنا نحبوه سلال ابو الفقاقير، دوك كيفاش نقولوا ابو الفقاقير؟ نحيتو لنا العبد واحد، الانسان الوحيد اللي نقدروا نتمسخروا به، والله ما تحشموا. دوك انا وحده كيفاش ندير؟ نغلق هاد لاشين ولا كيفاه؟ انا دارتها سبيسيال على سلال، بصح سي بوا غراف. ستيل سيد في عمر 71 سنة تاع فرنسا 39، نوروي لا سويس بلاد وحد اخرى كاع تحت الخمسين، كاع الرياس تاعهم تحت الخمسين، وكاين مام وحدة 35، واحد تحت 30. أنا حبيت نفهم علاش هادوما ما عندهم ني بترول ني غاز ني والو، ما عندهم والو بصح ناجحين، وحنا زعما عندنا بلاد كبيرة كانت نوارة كانت شابة، دوكا رجعت خامجة، رجع الزبل بارتو، وفي كل دورة كاين الزبل، الشرابة جوجو. بون خلينا من هادو، ما يحبسي دوكا. كاينة حاجة دوك، راح يجيب الوزراء تاع الغرب كاع، باسكو الرياسة دوكا كاع غرب. بون واش عليه جيب من الغرب، بصح من بعد نعاودو ندورو عليكم ما تقلقوش رواحكم. يا تبون انت شيخ دوكا ياك هكذا عندك 71، انا حبيت نفهم برك الحكومة الجزائرية بوتفليقة او داخل في 80، الحمد لله قايد صالح 84 ولا 85 على جدو، الوزراء الاخرين كاع بين 70 72 74. اسمع عندنا حكومة العجزة، ميزون تاع الشيوخة، دوك نخليو هاد الشيوخة يتحكموا فينا، يتحكموا في 30 وشي شبان لا جوناس بين 40 و50 متقفين الله يبارك، ما خصهم والو، قادرين يسيروا البلاد. احنا مازلنا ما على باليش، انا ما فهمتش على تجيب واحد تاعو عنده 71 سنة اللي سب مرا ديجا وكذب، قال راح نسلم 20,000 سكن هو ما سلم لناه. هذه وحدة كي كان وزير
السكنة. قالك راح نسلم 20,000 سكنة. أنا قلت كاك سلمتنا هناك، أنت تاني كذاب كيما أبو الفقاقير. أنت أموان شوية تعرف تهدر خير من أبو الفقاقير. بصح 71 سنة هذه ما تجيش في الدماغ، ما حبتش تدخل في دماغي اللي لقاونا نخملها. على ما جابوش واحد جان، على ما جابوش واحد اللي قادر يخمم بمية ويرغوبريزونت لالجيري بلا ضرب بلا عوج بلا 91 71 82 وما على باليش وخلا دار الشر. والله غير عيب عليكم، لا جونيس ضايعة وقاريين قاريين لا جونيس تاعنا، هذا هو المشكل. قاع قاريين ما يقدروش يخدموا على جال سيرفيس ناسيونال. الله يحرق السيرفيس ناسيونال، نورمال ما تنحيو السيرفيس ناسيونال. تمسخير. جاسبر كو هاد السيد تبول اليوم يبدا الخدمة تاعو كرئيس رئيس الوزراء، يجيب وزراء شبان، جو دير ماشي شابين، يجيب دي جون ماشي دي فيو كيما هو وكيما بوتفليقة. يجيب ناس صغار يفهموا، خارجين من ليكول ناسيونال دادمينستراسيون ولا قاري المحاماة ولا قاري ما على باليش، وينحي هادوك ينحي تاع لا كوربسيون، هادوك لي جوج هادوك لي بروكيور لي يشربوا القهوة من تحت هكدايا، هادوك قاع ينحيهم باسكو على بالنا دزاير تمشي غير بالرشوة. عندك وي ما عندكش نو، مام في دار الشرع. حاجة واحدة أخرى، جاسبر كو راح تطير، جاسبر كي تروح تشوف بوتفليقة هادي لا هدر معاك، على بالنا بلي ما يهدرش، بصح راني نقول لا هدر معاك، إلا هدر معاك قولو ينحي هذاك اللي قال تزيريين حريميين، باسكو أنا تشيكيت معاه يما قالت لي لا لا عندك باباك اسمه ماشي حريمية. وتاني سقسيت بزاف حبابي في الجزائر، قلت لهم اسكو عندكم انت باباك هذاك هو، قال لي سي نورمال، قلت له لا لا لازم تسقسي اباك. يسقسى وقال لك ايه باباهم اسمه ماشي حريميين، الحريمي هو اللي يقول حريمي. هذه وحده. جاسبر كو تنحيوه وتجيبوا واحد في بلاستو وتخرجوه لغوتخات با سي بون، او هو تاني وفيت في 75 ولا 74. كلا سي بون. صافي قعدوا 39 من لي 40 فولور يسمعوا، عاود جاب واحد يسمع قاعدين 40 على كل حال. حاجه وحده، بس كنا داخلين على كما يقول لك على رانا في عواشر وداخلين على رمضان ونصوموا بالصحة والهنا إن شاء الله. عندي حاجة برك نقولها، يا حكومة الجزائر الله لا يتربحكم على القفة تاع رمضان اللي درتوها بالورقة تاع الفوت، هذه في العالم ما صراتش. الله لا يتربحكم اللي جوعتوا دراري صغار، الله لا يتربحكم اللي ضيعتوا دراري صغار. حقوق الطفل ما كاش في الجزائر اي بورتون سنيتو في اليونيسف. الله لا يتربحكم على النساء المطلقات اللي ما عندهمش، وعلى الارامل هذوك اللي ما عندهمش وما عندهمش اعانه من عند الحكومه. الله لا يتربحكم اللي خسرتوا الجزائر رجعتوها الزبل، رجعتوها ما تسواش. الله لا يتربحكم من نهار جيتو من 99 وانتوما ماكلين 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 ماكلين، خليتوا جدها خليتوا الجزائر. الله لا يتربح مينيستر من 99 لهنايا، ملي من جميع مينيستر خدم، من جميع واحد خدم مينيستر ولا والي، الله لا يتربحوا باسكو سرقوا حتى وين قالوا فيكس. الله لا يتربحكم
ربي يحاسبكم ان شاء الله على كل فرق ديتوه. دورو ديتوه ربي يحاسبكم عليه، وان شاء الله يحاسبكم اليوم قبل الغدوه. باسكو في الجزائر كان اللي ما عندوش، واني نقولها ونعاودها، كان اللي ما عندوش الدراهم تاع 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 رمضان، نورمالمون ديروا لهم قفه تاع سمانه، ماشي خطره في الشهر، كل سمانه ديروا لهم قفه يروحوا يرفدوا قفه. بصحتوما ربي يخلصكم ان شاء الله ويخلصكم اليوم قبل الغدوه. خليتوا شعبكم طايح، خليتوا شعبكم ضايع، خليتوا شعبكم جايع، خليتوا شعبكم الله غالب عليه ما يقدر يدير والو، يدي القفه لازم له ديال الفوت. وين رانا؟ وين راكي يا جزائر؟ وين كانت جزائر الورده البيضاء، العاصمه الشابه، الناس قاع يكحلوا عليها. يا حكومه عبالكم واش درتوا؟ عبالكم واش درتوا لهذيك الورده البيضاء؟ الورده البيضاء هي الجزائر، هي شغل طفله اختصبتوها ما خليتوا فيها والو، نهبتوها ما خليتوا فيها والو، ضيعتوها ما خليتوا فيها والو، ضيعتوا ناسها ما خليتوا لهم والو، ضيعتوا كاع لي سوسيتي ما خليتوا فيهم والو، ضيعتوا البراءة والجمال ضيعتوهم ما خليتوا والو. بصح ليكم ربي، ليكم ربي سبحانه يخلصكم كيما درتو للجزائر كاع كيما راكم. بوتفليقة جاي فونجي على الجزائريين وعلى الجزائر، جيت فونجي على الجزائر، علاه الجزائريين واش داروا لك؟ وين كانوا يعرفوا جدك؟ ها هي واحد السراق انت وفاميلتك، يا واحد اليهودي من نهار جيت انت واليهود دخلوا الجزائر، دخلوا الشيعة بلاد المسلمين السنيين كاتبين 99.99، دوكا رانا 60 و40 انتوما اليهود الكلاب كيما بن غبريط وفاميلتها. ها انت تبع الطيارة الغوجي حنين وتجيب فاميلته كاع تاع اليهود تدفنوا في سانتوجان، هذه تجوز هذه تمد لساركوزي شاك بلون، هذه تجوز هذه تعاون في الأفارقة وتعاون في تونس، تعاون في الزبل. سقسيت شعبك؟ ها سقسيت شعبك يا واحد الداب؟ اسكو سقسيت شعبك ولا ما سقسيتش؟ تمد في الدراهم ودوك احنا ما عندناش، نولو نطلبو كي الكلاب؟ ها هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة للجزائريين عطاوها لك، هذه هي الأمانة اللي عطاوها لك الجزائريين وعينيهم مغمضين وانت قاعد تخطب عليهم كل سمانة دير لهم مسلسل، قاعد تكلخلهم كل سمانة مسلسل بوتفليقة ويخطب عزيزة راهي تخطب. ربي ليك ان شاء الله، ربي يخرج فيك ان شاء الله، راك تتعذب على كل حال، بصح ربي يزيد يخرج في خاوتك واحد بواحد، في فاميلتك واحد بواحد، بن غبريط وفاميلتها واحد بواحد، 40 سراق والولات تاع الجزائر كاع لي 48 ولايه واحد بواحد ربي يخرج فيهم، واللي شاف الدايره واحد بواحد ربي يخرج فيهم، باسكو هذوك هما السراقين تاني، من جميع اللي ياكل من عند الحكومه ولا باي تاعو تدخل لجيبو وما يمسهاش، ربي يعطيه ان شاء الله ضربه ربانيه، يا ربي ضربه ربانيه تطيح من تطيح تكسرهم كاع كيما راهم. روحوا الله لا يتربحكم، ضيعتونا وضيعتوا الجزائر، ضيعتوا ولادكم وضيعتوا الجزائر، بهدلتونا بين الاجناس ولينا ما نسواوش، كيقول لك تزيري يقول لك يا لطيف، بكري كيقول لك تزيري يقول لك الله يبارك، ما خليتوا فينا والو، كتر خيركم على كل حال، نشكروكم وكتر خيركم يا حكومة الزبل، يا حكومة الخرا، يا حكومة نناكم.